بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا متابعينا الأفاضل في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، وأسعد الله مساءكم هذا بكل خير. أحييكم في هذا المساء الجميل، أحييكم في هذا المساء الرائع، أحييكم في هذا المساء المتميز، مساء يحمل أيضا هذه التحديات المميزة. ختامي هذا المهرجان، مهرجان اللبسة السنوي الكبير لعام 2022، ينطلق هذا التحدي الكبير، ينطلق هذا المساء الجميل بالمنافسات المسائية المميزة ضمن أشواط الكؤوس، ضمن أشواط الذهب، على بركة الله وحفظه وتوفيقه. ينطلق الشوط السابع، شوطنا السابع ينطلق بحفظ من الله ورعايته، يحمل في طياته الأبكار، اللقايا، المهجنات، الأصايل، لهجن أبناء القبائل. جائزة هذا الشوط كأس غالي، كأس سيدي صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلى، عضو المجلس الأعلى، حاكم إمارة أم القيوين، يحفظه الله ويرعاه. وبالإضافة إلى الكأس، هناك سيارة ومادة الزعفران التي تنتظر. أحد هذه الشعارات، أحد هذه الأسماء المنتشرة المنطلقة، الباحثة عن الذهب، الباحثة عن الكأس. أسير معكم مباشرة لنستكشف، لنتعرف على الأسماء المنطلقة. أبدأ مع المركز الأول، جموع تاتي على الصدارة، لمحمد بن سالم بن سعيد المزروعي يقدم لنا جموح، أحد المنطلقات، أحد المندفعات في مقدمة هذا الشوط. انتقل إلى المركز الثاني، المركز الثاني من حاف لسهيل بن سعيد بن محمد بن زهرة الخيالي، يقدم لنا من حاف، يقدم لنا أحد الأسماء المميزة الرائعة التي دائما تحمل شعار بن زهرة، شعار بن زهرة الخيالي. بينما القادمة فتوى لسعيد بن سالم بن سعيد المزروعي، يقدم لنا فتوى. المركز الرابع من الجانب الآخر، القادمة الحاضرة المنافسة بكل قوة، هذه سيدة وشعار حمد بن راشد بن نايع الغفلي، يقدم لنا سيدة. المركز الرابع من أهالي ميدان اللبسة، يبحث عن هذا الكأس، يبحث عن هذا الكأس، يريد أن يبقى الكأس هنا في ميدان اللبسة. المركز الخامس، انطلقت الظبي، وانطلق هذا الشعار، انطلق شعار معالي علي بن محمد بن حماد الشامسي، أحد الشعارات المميزة التي دائما تحضر في أشواط الذهب، تحضر في أشواط الرموز، للبحث عن الإنجازات، للبحث عن الفوز، للبحث عن الانتصار. المركز السادس، القادمة هجر، عوض بن مهدي بن هادي الأحبابي، يا بن هادي، الكاس ما يبغي له هداوة، الكاس ما يبغي له هداوة، يبغي له والله شقاوة، يبغي له والله شقاوة. هذا هو النداء الأول للمراكز الأولى المتقدمة التي أذعتها على حضراتكم، نقلتها على مسامعكم. لنعود من جديد إلى المركز الأول، إلى صدارة هذا الشوط، إلى فتوى من انطلقت بالمركز الأول، ها هي تحتل الصدارة، لسعيد بن سالم بن سعيد المزروعي يقدم لنا فتوى، وها هي تسيطر على المركز الأول، تنطلق بهذا الأداء الجميل. الله الله، اثنين
اثنين كيلومترات، اثنين كيلومترات راح الكثير ما بقى الا القليل. المركز الثاني القادمة من؟ القادمة من حاف سهيل بن سعيد بن محمد بن زاهر الخيالي قادم في المركز الثاني، بينما ثالثا ثالث المراكز من الجانب الأيمن المتقدمة الحاضرة في هذا الأداء الكبير. هذه الظبي معالي علي بن محمد بن حماد الشامسي يقدم لنا ظبي، ظبي الفلا رمز العطاء معنى الوفاء، وابن هادي قادم يقدم لنا هجر، عوض بن مهدي بن هادي الأحبابي. ولعت المنافسة الأمتار الأخيرة 1500 متر انطلقت هنا مرضية لعبيد بن سالم الغبشي المحرمي قادم. من يريد الكاس؟ من يريد الكاس؟ فليتقدم إلى الصدارة، فليتقدم إلى الصدارة. الكاس يلمع، الكاس يلمع، وبعض العيون تدمع وبعض القلوب تطمع، والله سبحانه وتعالى من يعطي ويمنع. الله 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 لمن هذا الشوط. لا زالت فتوى، لا زالت فتوى هي الآمرة الناهية، هي المتقدمة، هي المتحكمة، سعيد بن سالم المزروعي. ولكن الكيلومتر الأخير غيرت انطلقت في المركز الأول، انطلقت على الصدارة على البداية والمقدمة. هنا مع البداية والصدارة مع المركز الأول مع بداية هذا الشوط، هنا انطلقت بالمركز الأول ما شاء الله تبارك الله. أين يغادر الكاس؟ المركز الثاني، المركز الثاني. هنا القادمة فتوى لسعيد بن سالم المزروعي، عادت فتوى، عادت، عادت فتوى، عادت. بينما ثالثا تتقدم هناك هجر لعوض بن مهدي بن هادي الأحبابي، ولكن الله 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 على هذا الانطلاق الجميل، الانطلاق الرائع. هذه مسيطرة بالمركز الأول، مسيطرة بالمركز الأول، انطلقت على الصدارة، انطلقت على المقدمة. سلام على هذا الأداء، سلام على هذا العرض الجميل، ما شاء الله تبارك الله. غادرت بالمركز الأول. هنا مع هذا الأداء الجميل العرض المميز الكأس يغادر، الكأس يغادر مع هذا الأداء الكبير. بينما مشاهدينا متابعينا الكرام المركز الثاني، المركز الثاني فتوى لسعيد بن سالم، سعيد بن صالح المزروعي. بينما المركز الثالث، المركز الثالث أتت هنا هجر لعوض بن مهدي بن هادي الأحبابي. نعود مع لحظات الإعادة ولحظات التوقيت الزمني. إذن مشاهدين الأعزاء هي لحظات الإعادة، لحظات الفوز، لحظات الانتصار. الكأس غادر مع هذه المميزة وهذه الجميلة. توقيتها الزمني 7:36، ستة من الأجزاء. تهانينا والناموس على هذا الأداء المميز والأداء الرائع والأداء المتميز. المركز الثاني التوقيت الزمني هنا أمام حضراتكم 7:37، 5 من الأجزاء. توقيت فتوى لسعيد بن سالم بن سعيد بن صالح المزروعي. بينما من حلت في المركز الثالث، المركز الثالث مشاهدين الأعزاء لحظات الوصول والتوقيت الزمني من حلت في المركز الثالث مشاهدينا متابعينا الكرام. لحظات الوصول مع مشاهدينا الأعزاء هجر توقيتها الزمني 7:43 وخمسة من الأجزاء. تهانينا والناموس لعواب بن مهدي بن هادي الحبابي يفوز هجر. هكذا مشاهدينا متابعينا الأعزاء كان هذا الشوط.
هكذا كان الشوط. إذا نعود بالتهنئة والناموس لراشد بن عبيد الراشدي بفوز الحوتية وحصولها على الكأس، وسلامات تذهب إلى العين دار زين، تهانينا والناموس وإلى أهالي أم غافة أيضا على هذا الانتصار، حصولهم على الكأس الغالي، كأس سيدي صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلى عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة أم القوين. تهانينا والناموس لمالك الحوتية التي حصلت على الفوز والانتصار، تهانينا لمالكها راشد بن عبيد الراشدي، والسلامات ذهبت إلى أهل مغافة وإلى مدينة العين دار الزين، يستاهلون الناموس والانتصار. سلام يا الحوتية، سلام على هذا الأداء المميز.